أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناقد الأردني أسيد الحوتري. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. للنار قبلتها ووحدك قبلة، يا بعد ماء الطيبين وقبله، عيناك تائهتان فاجمع شملها، واسترض موتك إن جفاك بقبله. ما ضر وجهك حين يعصف عائدا من غربة كادت تعجل قتله، هو ما يزال على النوافذ ماطراً، لا يكتفي كالبائسين بطلة، أطعمه إن طلب البقاء سحابة، واتركه إن طلب البكاء محلة، فلعله ينساب في بغداده، ولعله ينهي الصيام لعله. يا أيها المنفي خلف قصيدة هي ما تزال على الدفاتر طفلة، لا تعتذر لليل، تلك حماقة، فالليل يعرف حين يظلم أهله. المتعبون وأنت سيد قومهم يستكثرون من الكلام أقله، يتهامسون مع الرياح كأنها هبل، بعين الخائفين تأله، ناموا بكهف الصابرين وكلبهم عند الوصيد الهش يبسط ظله، شجر على وشك السقوط، فما الذي من بعد أخضره الكثير أذله؟ شجر على وشك السقوط، فما الذي من بعد أخضره الكثير أذله؟ ومن الذي كسر الشموخ بأرضه وأتى لسيف التافهين وسله؟ من أين نقطف يا فرات تمورنا؟ وبكاء أشجار البلاد مذلة، سيمر قحط العمر، سبعك لم تزل سبعا عجافا يا عراق، فقل له. سيمر قحط العمر، تلك رسالة حملت من الله القدير أدلة. سيمر قحط العمر رغم صياطهم، وتعود يا هذا العظيم جبلة. قال العراق وكان يعصر قلبه: أنا ما هزمت إذا خسرت الجولة، لي صولة الكبرى وهذا شوطهم، للغدر في عرف المحارب صولة، لي بين أوردة النخيل حكاية، لي بابل ولي الفرات ودجلة، وأنا العراق إذا بسطت عباءتي صارت على رأس الزمان مظلة، وأنا العراق إذا بسطت عباءتي صارت على رأس الزمان مظلة، وأنا العراق، وتلك صفحة عزتي هي ما تزال بحبرها مبتلة، وأنا العراق، فكيف تنصب فعله فوق المشانق دولة محتلة؟ وأنا العراق، وتلك صفحة عزتي
هي ما تزال بحبرها مبتلة، وأنا العراق، فكيف تنصب فعله فوق المشانق دولة محتلة؟ قال العراق وكنت أسمع قوله مثل الحصان إذا تأبط صهله، سيمر قحط العمر حين سنكتفي بالرافدين كنائسا وأهلا. بعد هذه الجولة في رحاب القصيدة، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أهلا بكم، أنا حارث الأزدي وهذا كتابي في ساحة الكلمات، وهو الديوان الثالث في مسيرتي الأدبية بعد ديوان تعرف إلي وشغف بغداد. ولأن الكلمات جنود مرسلة والمواقف امتحانات متسلسلة، جعلت ديواني هذا مساحة للكلمات ومرفأ للمثابات ومثابة للمواقف، فجمعت أكثر من 60 قصيدة ومقطوعة تنوعت أغراضها من أجل أن تكون شاهدة على قوة الكلمة وثبات الموقف. ابتدأت هذا الديوان وحاولت أن أقسمه على ثلاثيات، فكانت الأولى ثلاثية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إلى الشخصيات التي كان لها أثر كبير في شخصيتي وفي ثباتي في الحياة. أولهما والدي ووالدتي رحمهم الله تعالى، ثم بعد ذلك الشخصيات العالية من الأدباء والمفكرين والقادة وأصحاب الرأي، جعلت لهم شيئا في هذا الديوان. حاولت أن أجمع القيم العليا والمثل العليا في تثبيتها في ساحة الكلمات، تماما كما تفعل الجيوش حين تتفحص موجودها وتتفقد غائبها لتكون حاضرة في ساحة العرضات وساحة الكلمات. هذا كتابي على أمل أن يروق لكم وإليكم بعضا من أبياته. ألفيت صوت الناي عند المنحنى، ينسل من روحي ويسأل من أنا. أنا بعض أفكار تشابك نسجها لتكون إنسانا يشاغله السنة. ظهر الطريق وعند نقطة ضوئه بعض من العقبات ترقبها المنى. ما الضوء في نفق الطريق بظاهر، لكنها الآهات عاضدها العنا. أنا منكم فيكم قصيدة شاعر، لكن حزنا بات يخنق نبضنا. أغفو فيقلقني السكون ترقبا للما وراء، يصير مرا ما جنى، وتضج أصوات كأن خرافة من غولها ترجو النجاة إذا دنا. يا أيها المقصود دونك مقصد، هذا القصيد محرك ما أسكنا. فإذا انتبهت إلى مقولة غائب، فجر زوايا الشعر عمدا معلنا. فالصمت دائرة الخنوع ولونه يقتات من حلك السواد بما عنا. يا أيها المشتاق بعض قصيدة، للشعر أوجاع بها قد خصنا. لا تكتبوا شعرا بغير تجارب أو فلسفات كي نقارب مجدنا. شكرا لكم وبارك الله فيكم، على أمل اللقاء بكم. والآن أدعوكم إلى متابعة هذا التقرير الثقافي.
في دورته 22 افتتح معرض عمان الدولي للكتاب أول أيامه ببرنامج ثقافي منوع سيستمر على مدى الأيام العشرة القادمة. الحمد لله، هذه هي السنة السادسة التي تشارك فيها مؤسسة البصائر للدراسات والنشر في معرض عمان الدولي للكتاب في نسخته 22. والمعرض حقيقة يشكل صرخة ثقافية في وجه التمرد على القراءة. شاركت فيه أكثر من 400 دار ومؤسسة، ومشاركتنا في هذا العام تميزت بعناوين يعني كبيرة وجديدة ومتنوعة، وسعنا فيها الشريحة المستهدفة من قبل مؤسستنا. كنا سابقا نتحدث أو نستهدف فئة الشباب المثقف، الآن وصلنا إلى فئة المثقفين والعلماء والمتخصصين في العلوم. لدينا عناوين اللغة العربية مناصفة مع القرآن الكريم، ولدينا أيضا كتب في أصول الفقه وكتب في الفقه وكتب سيرة وذكريات وكتب وثقت لمرحلة العراق قبل 20 عاما كما صورها قلم الكاتب، وهو شاهد حي على الأحداث التي جرت على العراق، فهي تسجل سيرة العراق خلال هذه الفترة. يشارك في المعرض 400 دار نشر محلية وعربية ودولية من 22 دولة، كما تحل دولة قطر ضيف شرف لهذه النسخة من المعرض. دار نشر جامعة قطر هي دار نشر أكاديمية تعنى بنشر الكتب العلمية المحكمة والمجلات العلمية أيضا. عندنا عدة كتب، من أشهرها كتاب الاستغراب، مسألة الاستغراب وهو عكس الاستشراق، أيضا كتاب مجالس النور بيتكلم عن تفسير القرآن الكريم بلغة بسيطة بيستهدف فيها الشباب المؤلف، أيضا كتب تعنى بتاريخ قطر وتاريخ المنطقة. راح تلاقي كتبنا مختلفة تماما عن باقي الدور، إنها كتب علمية محكمة، فالمعلومة اللي بتوجد من كتبنا هي معلومة تم مراجعتها من الأساتذة والباحثين في التخصص، بينما لما تشتري كتاب من أي مكان آخر ممكن تكون معلومة غير مدققة. فهاي هي ميزة دار نشر جامعة قطر، بتقدم كتب علمية محكمة المعلومات فيها مدققة وممكن تأخذها بكل وثوق. ويحظى المعرض بإقبال جماهيري واسع نظراً لتنوع فعالياته من ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وقصصية ونشاطات ترفيهية وحفلات توقيع وقراءات قصصية للأطفال واليافعين. تشكل معارض الكتاب وسيلة ربط بين مختلف الثقافات، فهي الفرصة الذهبية للتعرف على آخر ما صدر من المطبوعات المحلية والعربية والعالمية. مريم الجميلي لبرنامج فضاءات عمان. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناقد الأردني أسيد الحوتري، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ أسيد. أهلا وسهلا فيكم. ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين. شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا بك، حياك الله. نبدأ من آخر إصدار لك وهو روايات تحت الشمس، قراءات نقدية في روايات عربية. انتقيت مجموعة من الروايات العربية وقدمت قراءات نقدية لهذه الروايات. الرواية الأولى التي تناولتها هي رواية إيميل حبيبي المتشائل. إيميل حبيبي الكاتب الفلسطيني يعني ركز فيها على سلوك الخيانة في المجتمع الفلسطيني بعد النكبة والنكسة، وبطل هذه الرواية أو الشخصية المهمة في الرئيسية في هذه الرواية هو سعيد أبن نحس العميل للكيان الصهيوني. يعني أنت من خلال القراءة التحليلية والتفكيكية للرواية، بدي أن أسأل، تركيز الكاتب إيميل حبيبي على سلوك الخيانة، هل هو منطلق من نقمة على المجتمع، من نقمة على الوضع، أم أنه الهدف هو إحداث صدمة للمجتمع للتغيير والإصلاح؟ بالنسبة لأميل حبيبي طبيعي
التركيز على هذه الثيمة بالذات، نعم، ثيمة الخيانة، هي مرتبطة تماما بموضوع ضياع فلسطين. نعم. من أي ناحية؟ من ناحية أنه صار قناعة عند الناس الذين عاشوا الأحداث أن فلسطين سلمت تسليم، وأنه لم تحدث حرب حقيقية، يعني بين جيش نقول فلسطيني وبين العدو، وهزم الجيش الفلسطيني وانتصر العدو. لا، هذا شيء لم يحدث. الذي حدث هي خيانة دولية. يرى الفلسطينيين أن الذي حدث خيانة دولية بالدرجة الأولى، حيث أنه أصدر قرار في الأمم المتحدة رقم 108. هذا القرار تم فيه تقسيم فلسطين الانتدابية التي هي خريطة فلسطين اليوم إلى ثلاث كيانات: كيان عربي، وكيان يهودي، وكيان دولي. فإذا عملية تقسيم فلسطين هذا شيء أممي. الفلسطينيين وجدوا أن هذا الأمر هو خيانة دولية عالمية لهم. فمن هنا انطلق حبيبي، من هذه الخيانة الدولية العالمية جاء من الكبير إلى الصغير، ثم أصل لهذه الخيانة. يعني يبدأ حبيبي في روايته بذكر وحتى أنت يا بروتوس، ثم يذكرها باللغة الفرنسية إتو تريت، وهذا له ولهذا دلالة مهمة جدا. يعني بروتوس هو روماني معروف أنه صديق يوليوس قيصر. يوليوس قيصر وغدره وغدر فيه كما عندما قتلوا مع الذين قتلوه. نعم. فهاي الخيانة مشارك في طعنه. حتى أنت بروتوس. حتى أنت. فهذه الخيانة رومانية. إذن هو يتكلم عن الخيانة كخطأ وخطيئة إنسانية. فذكر فبدأ بها. ثم عندما ذكر بالفرنسية وهو يتعمد ذلك، أنا حسب تحليلي كناقد يعني، يشير إلى حكومة فيشي التي كانت أيام هتلر. هتلر وألمانيا عندما احتلت فرنسا حكمت الجزء الشمالي، نعم، وحكومة فيشي حكمت الجزء الجنوبي من فرنسا. نعم. إذن هاي تعامل وهذه خيانة. ثم انتقل بعد ذلك إلى خيانة بيبرس لقائده قطز. نعم. وهنا وصفها بأنها خيانة تركية لأنهم هم من أصول تركية. فهو أصل عملية الخيانة من فجر التاريخ، من الرومان، ثم ذكر قطز، ثم ذكر عندما تكلم باللغة الفرنسية، يعني أشار بشكل أو بآخر إلى الفرنسيين، ثم جاء إلى الخيانة العربية التي ذكرها ووضحها في الرواية. وطبيعي هي عربية، يعني الناس الموجودين في فلسطين والمحيط. نعم. في الأخير يعني هكذا هكذا يمكن النظر إلى الرواية. فهو هذه تسليط الضوء على هذه الثيمة ليس من باب كراهية المجتمع. نعم. 100%. لكن الكاتب هو في الأول والأخير هو كالطبيب. نعم. يعاين الداء ليصف الدواء. نعم، يشخص المرض. نعم. نعم. ويفتح الجرح من أجل نعم هو العلاج والدواء. طيب، هو لم يكتفي بانتقاد أشخاص كما انتقد سعيد بن نحس الذي هو معروف أنه عميل الكيان الصهيوني، أيضا بدأ سلط نقمته أو انتقاده إلى المجتمع، أو رصد أوبئة أو سلوكيات أو مثالب اجتماعية يرى أنها سبب ضياع الوطن، ومنها الفساد الأخلاقي، مذكرا بالرحالة البرنسي الذي بات في خان عكاوي في يعني زمن صلاح الدين الأيوبي، وكتب عن عكا أنها تستعير كفرا وتغيانا، وأنها مملوءة رجسا وعذرة. هذا النقد الشامل العام للمجتمع، هل ينصب في القصد ذاته الذي تحدثنا عنه قبل قليل، يعني من أجل الصدمة، من أجل الإصلاح، من أجل التغيير، أم أيضا هناك يعني كما قلنا في بداية حديثنا أنه ربما تولدت نقمة لديه على هذا المجتمع الذي أيضا امتلأ أوبئة اجتماعية؟ طبيعي أنا هنا إلي رأيين يكملوا أو يكمل بعضهم البعض. الرأي الأول هو نعم هو يصب في باب أنه هو يريد أن يحدث صدمة اجتماعية. أتذكر هنا رواية ولدت هناك ولدت هنا للبرغوثي، يقول في آخر الرواية: إذا أردت أن تنتصر على عدوك لابد أن تكون أجمل منه، بالمعنى يعني. فهنا موضوع الجمال، فهو الكاتب أميل حبيبي يسلط الضوء على أنه أنت أيها الشعب الفلسطيني إذا أردت أن تنتصر
يجب أن تعرف عيوبك وأن تتجاوزها وأن لكي تكون أجمل من عدوك حتى تستطيع أن تنتصر. نعم. لا يستطيع الإنسان أن ينتصر وهو أقبح من عدوه. المقصود الجمال المطلق ليس جمال الشكل. ماديا ومعنويا. نعم. بالفكر بالشكل بالأسلوب بالتعامل بالأخلاق، الجمال المادي والجمال المعنوي. فهو من باب النقد البناء، أنه أنا أسلط الضوء على مثالب هذا المجتمع، على عيوب هذا المجتمع، حتى نصحح، حتى نعدل، حتى نسمو. إذا إحنا ارتقينا بأنفسنا وانتصرنا على نفسنا في الأول، أنت حربك مع نفسك، عندما تنتصر عليها تنتصر على عدوك. لكن طول ما أنه أنت مهزوم مع أمام نفسك كشعب، عندك مشاكل ما حلت مشاكلك، لن تستطيع أن تنتصر على عدوك. لكن أنا برضو أرى نوعا ما أن أميل حبيبي يعني قساوة الأب على ابنه، قسى هنا على المجتمع الفلسطيني. ليش؟ لأنه إحنا ذكرنا سابقا أن المجتمع الفلسطيني لم يكن المجتمع عنده سلاح، يعني هي مو دولة أجت على دولة، يعني لم تأتي دولة على دولة عندها قيادة وعندها شعب وعندها جيش مسلح وخسرت الحرب لا، شعب كان دائما أعزل. آخر عهد، يعني آخر العهد به، كان تحت ظل الدولة العثمانية. الدولة العثمانية خاضت 3 حروب مع الإنجليز في غزة، ثم انهزمت ثم انسحبت، حتى أن القدس لم تحدث بها معركة، لم يدافع عنها يعني العثمانيين مع الأسف. القدس اللي هي أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر الرسول، يعني شيء مقدس جدا، لم تحدث معركة، سلم التسليم، خرج العثمانيين وحكوا مع الوجهاء في البلد انه احنا خارجين، ودخلوا الانجليز والموضوع كان منتهي. فانت يعني ضغط أميل حبيبي بطريقه او باخرى، وجرح نوعا ما، خلينا اقول كان قاسي قساوه الاب، يعني هو من حب يتكلم انه حمل الشعب الفلسطيني ما لا يحتمله، لانه الوضع لم يكن دوله في مواجهه دوله. كانت دوله انسحبت اللي هي الدوله العثمانيه، وانهارت انهيار امبراطوريه، وجاء محتل إنجليزي، وهذا المحتل الإنجليزي هو الأقوى في ذلك. يعني هناك تآمر كبير على الدولة العثمانية في تلك الفترة. للأسف ينظر إلى أنه بعض العرب تآمروا على الدولة العثمانية وتعاونوا مع الإنجليز على أمل أن الإنجليز ممكن يحقق لهم دولتهم العربية، لكن اكتشفوا فيما بعد أن بلعوا الطعم أنهم كانوا ضحية خديعة بعد ما فات الأوان وانكسرت الدولة العثمانية. يعني سؤالي أيضا للكاتب، هل بقي يعني متشائما إلى آخر الشوط، أم أنه يعني ترك مفاتيح الخروج من أزمة التشاؤم والانكسار؟ أنا لا أرى أنه أميل حبيبي كان متشائم، على العكس، هو قدم شخصيات، يعني شخصية سعيد حتى هي متفائلة وليست متشائمة، لكن متفائلة تفاؤل سلبي. نعم. يعني هو قدم التفاؤل بأسلوبين، تفاؤل إيجابي وتفاؤل سلبي. سعيد ما هو تفاؤله؟ لذلك اشترح هذا المصطلح متشائم. متشائم. نعم. في لبس. هلأ سعيد تفاؤله وتفائل عائلته أنه عندما تحدث مصيبة ينظر إلى هذه المصيبة التي هي واقع ويتخيل ما هو أكبر منها، ثم يحمد الله عز وجل على أن هذا الأكبر لم يحدث. نعم. هذا تفاؤل سلبي، لأنه أنت بقيت أمام هذه المصيبة عاجز، لم تغير ولم تحرك ساكنا. نعم. لكن الكاتب هو متفائل تفاؤل إيجابي. كيف؟ ويوجد مصيبة اسمها الاحتلال. نعم. وهو دعا في هذه الرواية إلى المقاومة عبر شخصية ولاء ابن سعيد، وعبر زوجة سعيد باقية، وهو يشير بهذا الاسم إلى الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم وهي مقاومة، وعبر شخصيتين يعاد الأولى ويعاد الثانية، ويعاد الأولى هو يعني يشير إلى الذين خرجوا فلسطينيين، إذا خرجوا في 48 ويعودون. نعم. يعاد الأولى، والذين خرجوا في 67 ويعودون. فهو شخص الواقع، واقع أليم، وأشار إلى التغيير أنه يكون بالمقاومة. جميل. فهو متفائل. الرواية الثانية التي تناولتها في هذا الكتاب، التي أيضا حظيت بقراءة نقدية، هي رواية عائد إلى حيفا لغسان كنفاني، وهي رواية توثق التآمر الدولي على فلسطين. وحرص كنفاني بذكاء لافت أن يحفظ لفلسطين ذاكرتها، أسماء المدن، الشوارع، الأحياء والتراث. إلى أي مدى يمكن لهكذا أدب أن يستخدم كوثيقة تاريخية تثبت الحق الفلسطيني إذا ما تعامل المجتمع الدولي يوما ما
بقدر ولو ضئيل من الإنصاف. المشكلة أن المجتمع الدولي غير منصف، والمجتمع الدولي مسيس ومحرك بقوة معروفة، يعني معروفة لدى الجميع. فيعني هذه الرواية هي توثق للشعب الفلسطيني حتى لا ننسى أنه كان هنالك شوارع تحمل هذه الأسماء، وكان هنالك أحياء، وكان هنالك محلات ومدن إلى آخره. لكن إذا إحنا بدنا نعول على المجتمع الدولي، فإحنا كما يقول إخواننا المصريين، يعني إحنا مستندين على حيطة ميلة. نعم. يعني المجتمع الدولي لا يعول عليه، لأنه إنشاء الكيان كيان العدو وبقرار وعد بلفور 1916، جاء المحتل الإنجليزي عند سقوط الدولة العثمانية من 1920 اشتغل ل 48 خلال هاي الفترة، فترة 28 سنة، أحضر اليهود من جميع أنحاء العالم، مكنهم من فلسطين، جعلهم يبنون مستوطنات، وأصدر قرار دولي بأنه بقيام دولة لهم. وقبل أن يخرج هو سلمهم المخافر، وسلمهم السكك الحديد، وسلمهم المكاتب، وسلمهم الدوائر الحكومية. وهذا ما القرار أصدر بقرار دولي، وكان الإنجليزي والمحتل البريطاني سعيد جدا لأنه ينفذ قرار دولي هو عهد إليه بتطبيقه بالقوة. مؤكد، أنا قلت المجتمع الدولي حقيقة، المجتمع الدولي معروف أنه يعني محكوم بمنظومة سياسية تدين أو تدين بالولاء إلى الكيان الصهيوني أو إلى هذه الفكرة التوراتية، الفكرة الدينية بإنشاء هذه الدولة وكأرض الميعاد، وكما تقدم، وأنه هذا الهبة إلهية لهم، هذه الأرض يجب أن يحكموها، معروف. لكن أنا قلت لو توفر ولو قدر ضئيل من الإنصاف بالمجتمع الدولي، يعني ممكن أن تقدم هكذا رواية تحفظ الأسماء العربية للشوارع والأحياء. طبعا الآن بعد الاحتلال الصهيوني يعني غيروا الأسماء المدن، غيروا أسماء الأحياء، غيروا أسماء الشوارع. أقول أنه لو توفر قدر ضئيل من الإنصاف الدولي، وأن يكون هناك لجان دولية، هل ممكن أن تصبح هذه الرواية وثيقة تاريخية لإثبات؟ ستكون وثيقة ضمن وثائق طبيعي. يوجد وثائق أشد قوة منها، مثلا الأرشيف العثماني بما يحتويه من كوشان الذي يسمى، أو سندات التسجيل. نعم. سندات التسجيل التي تحفظ أسماء المدن والقرى والمناطق وإلى آخره. نعم، ستكون وثيقة ضمن مجموعة من الوثائق. جميل. تعاطف كنفاني في روايتي من منطلق إنساني مع ميريام اليهودية التي اعتقل الألمان النازيون أباها وقتلوا أخاها أمام عينيها، يعني في الحرب العالمية الثانية. فهل هذا التعاطف يعني مسوغ أو يمكن أن ينظر له من قبل المجتمع الدولي على أنه من زاوية، ينظر له من زاوية إنسانية؟ وقد تحولت ميريام الضحية في الأمس إلى جلاد اليوم مع زوجها اليهودي إفرات كوشن، بعد أن اغتصبوا بيت مواطن فلسطيني، واغتصبوا أيضا، سرقوا ابنه بالتبني الذي كان عمره 5 أشهر أو 6 أشهر، الذي كان اسمه خلدون، وغيروا اسمه إلى دوف. ويعني الآن كيف يعني ننظر إلى تعاطف كنفاني مع هذه اليهودية التي كانت ضحية بالأمس، ضحية النازية الألمانية، والآن هي أصبحت جلادا مع زوجها ومع كثير من اليهود، واغتصبوا فلسطين الوطن والأرض والشعب. نكمل، أسمع جوابك بعد الفاصل معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءة جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناقد الأردني أسيد الحوتري. أعود إليك أستاذ أسيد، أنا سألتك عن تعاطف كنفاني، هل هو مسوغ؟ نعم. مع ميريام اليهودية؟ أنا حسب فهمي للنص هو تعاطف معها عندما كانت ضحية،
وهذا شيء مسوغ. نحن كعرب وكمسلمين نحن نتعاطف مع الضحايا أينما كانوا. نعم. نحن كعرب ومسلمين لا يوجد عندنا مشكلة مع اليهود مطلقا. نعم. يعني الإسلام أباح الزواج من يهودية، أباح أكلهم وتجارتهم وإلى آخره. نعم. نحن مشكلتنا ليس مع اليهود، نحن مشكلتنا مع الصهاينة اليهود المحتل. عندما تكون أنت في ألمانيا وفي بولندا وفي الوطن الذي أنت به، أنت أوروبي أصلا، أنت أوروبي، عندما تتعرض للظلم نحن نقف معك عرب كائنا من تكون، بأفريقيا يتعرضون للظلم نتعاطف معك، يعني لا يوجد مشكلة. لكن عندما تترك أنت بلدك وتترك وطنك الذي عشت بها وعاش بها أجدادك وتكلمت لغتها، ثم تأتي إلى أي أرض كانت، سواء أرض عربية أو أرض بالهند أو بالسند، تأتي محتل غازي، نحن نقف ضدك بكل ما نستطيع. يعني إذا نستطيع بالسلاح نقف، إذا نستطيع بالكلمة نقف. فهو تعاطف مع الضحية التي كانت في أوروبا، لكن عندما جاءت إلى فلسطين هي وزوجها، أتوا إلى فلسطين على شكل محتل، فهنا في ازدواجية في الهوية. هو تعاطف مع هويتها عندما كانت تحت القمع وتحت الظلم في ألمانيا أو في بولندا أو المكان الذي كانت به، ولكن هو صورها بأنها هي، أن هذا الظلم الذي تعرضتون له في أوروبا لا يبرر لكم أن تصبحوا جلادين. ضحية الأمس أصبحت جلادة اليوم. هو تعاطف مع ضحية الأمس ولكنه يقف ضد جلاد اليوم. نعم. البيت سعيد المختصب وبيت هذه ضمن أيضا تفاصيل الرواية عائد إلى حيفا، بيت سعيد المختصب وبيت فارس اللبد الأسير الذي بعد إطلاق سراحه وجد بيته مختصبا من عائلة يهودية، يلخص حال فلسطين المختصبة. فيؤكد غسان كنفاني أن فلسطين لا تسترد إلا بالقوة، إلا بالحرب. عبر حوار سعيد وهو يحاور مريم اليهودية، إذ قال لها: لم نأتي لنقول لك أخرجي من هنا، فهذا موضوع يحتاج إلى حرب. طيب، ما دامت هذه القناعة عند الفلسطينيين المقاوم والكاتب والأديب أن فلسطين لا تسترد إلا بحرب، لماذا يحاول السياسيون إقناعنا بأن ممكن أن نحصل على فلسطين بالتفاوض؟ طبيعي بعد 1990 صار الفلسطيني هو عبارة عن فلسطينيين شخصين، يعني فلسطيني يحمل مشروع سلام، نعم، وفلسطيني يحمل مشروع مقاومة. هذا الفلسطيني الذي يحمل مشروع سلام هو مقتنع أنه السلام هو الحل، والذي يحمل مشروع مقاومة هو مقتنع أيضا، نعم، أن لا حل إلا بالمقاومة. فهنا بصير في عندنا تصادم في وجهات النظر، ويطول الحديث بين الاثنين. يعني لما بدهم يقنعوا بعض يعني لن يقتنع أحدهما، نعم، بحل. فوجهة نظر غسان كنفاني حسب ما نراها في الرواية أنه هو أنا لكي أعود، يعني هذه العودة تحتاج حقيقة إلى حرب. وطبيعي هذا الكلام مشروع السلام أكده. ليش أكده؟ أكد كلام غسان كنفاني مشروع السلام كيف؟ نعم. لأنه غسان كنفاني عائد إلى حيفا، وحيفا ضمن أراضي فلسطين التي احتلت عام 1948. نعم. المسؤولين عن عملية السلام الفلسطينية تنازلوا عن 1948. نعم. فلن يعود غسان كنفاني إلى حيفا بحسب مشروع السلام الفلسطيني. نعم. لن يعود إلى حيفا. نعم. ولن يعود إلا بالحرب. نعم. اعترفوا بها أنها دولة يهودية. اعترفوا، خلاص تم الاعتراف أنها، نعم، هاي أراضي دولة إسرائيل. نعم. وانتهى. فهو عائد إلى حيفا مع مشروع السلام، لن يعود إلى حيفا. طيب، ضمن بنود هذه السلام هذا العربي الذي هجر من أرضه وبيته وممتلكاته، كيف تعامل المتفاوضون مع هذه الحالة؟ والله يعني خلاص هم يتعاملوا ببراغماتية، خلينا نحكي أنه أمر واقع ولا مجال للتعديل، هذا الخيار المطروح. نعم. وقبلوا بالقليل، طبيعي القليل، أنت هم في موقف ضعف، ولم يحصلوا على القليل أيضا، ولم يحصلوا على القليل. يعني تحولت مع الأسف، يعني ما نرى، يعني هم عندما دخلوا، نعم، الذي يحمل فكرة السلام دخل بفكرة أنه إنشاء دولة فلسطينية. مضى على المفاوضات من 90، إحنا هاي 23 سنة تقريبا، يعني 23 سنة، نعم، تقريبا، وما زالت السلطة الفلسطينية يعني تقوم بأعمال البلديات. نعم. بس يعني مضى عليها
30 عام من عام 93 حسبت خطأ أنا نعم 30 عام 93 في أوسلو نعم. نعم وقبلها طبعا لا ننسى التاريخ قبلها التاريخ أيضا الخيانة العظمى لفلسطين والأمة يعني معاهدة كامب ديفيد التي قادها السادات نعم. ذهب إلى تل أبيب عام 77 وحاولوا أن يخدعوا العرب أنهم حصلوا على مكاسب كثيرة للفلسطينيين والعرب وسيناء وسيناء ما زالت أرض قلقة إذن غسان كنفاني يسحب الوعي العام إلى أنه لا يمكن أن تسترد فلسطين ولا يمكن لسعيد ولفارس أن يسترد بيته إلا بحرب من خلال الحوار بين سعيد وبين مريم اليهودية طبعا مريم وكثير من الآلاف اليهود الذين جاءوا من بلد الشتات وحصل على بيت ومكاسب ومال ووظيفة وحياة رغيدة كيف يتخلى عنها؟ هذا لا يمكن أن يتخلى إلا بالقوة إلا بالقوة نعم. هو أخذ الأرض بالقوة لا يمكن أن يتخلى عنها إلا بالقوة الرواية الثالثة التي أنت تعرضت لها وتصديت لها هي رواية الحفيدة الأمريكية للكاتب العراقي نعم كجاجي يعني التي تشير في روايتها إلى العهد الملكي في العراق عبر شخصية يوسف جد زينة بطلة الرواية الذي كان يعمل في الجيش حين ذاك في العهد الملكي وطرد من الجيش بعد تغيير النظام من ملكي إلى جمهوري عام 58 وبقي محتفظا ببزته العسكرية معلقة في بيته ويحتفل سنويا بتأسيس الجيش العراقي وبعد عودة زينة الحفيدة من غياب طويل عاشت في أمريكا وجاءت إلى بيت جدتها طبعا جدها غادر الحياة وما تزال البزة العسكرية معلقة أنت تقول في القراءة النقدية يعني أنت الآن شعرت أنه هناك انحياز أو الكاتب استطاعت كاتبة الرواية أن تسحبك إلى هذه القناعة تقول أنه هذه البزة تشهد على حقبة تاريخية كانت الأفضل في تاريخ العراق الحديث طيب كيف حكمت أنها الأفضل وكان العراق يرزح تحت التبعية للاحتلال البريطاني كان الشعب العراقي جائعا يفتك به الجهل والمرض وظلم الإقطاع الإقطاع يعني حتى المشاهد العربي يعرف ما معنى الإقطاع كان شيوخ العشائر يمتلكون الأراضي الزراعية والفلاح يشتغل أجير هو صاحب الأرض يشتغل أجير عندهم ولا يعطوه إلا الفتات وكان شيوخ العشائر والإقطاع يعني شيوخ العشائر كانوا ضمن الإقطاع إنه كانوا يمتلكون سجون خاصة بحيث الفلاح الذي لا ينفذ رغبات هذا الإقطاع يودع في السجن خارج حدود السلطة والقانون والعدل كيف يعني استطاعت الكاتبة أن تؤثر عليك بحيث أنك حكمت من خلال هذه البزة أنها تشهد على أفضل فترة في العراق الحديث حسنا أنا يعني لم أتكلم عن قناعتي ومعتقداتي أنا نعم. تكلمت عن ما تريد أن توصله الكاتبة عبر نعم. نصها فأنا عندما ذكرت أنها هذه الفترة كانت من أفضل الفترات الحكم التي تمت في العراق ذكرت بين يعني استشهدت بمقولة من الرواية نفسها نعم فأنا أعكس ما تريد أن تقوله الكاتبة ولكني لم أقيم هذا القول يعني أنه هل كان هذا القولها صحيح أم نعم. غير صحيح لأنه هذا أمر حقيقة يحتاج إلى دراسة ما أنت قطعت في هذا القول أنها تشهد. هي تشهد لم تقل هي قول الكاتبة هي أنت هي. قولك هذا في القراءة النقدية تقول هذه البزة تشهد على أفضل مرحلة أنت لم تقل لم تنسب القول يعني نعم. أنا كنت أقصد ممكن أسأت التعبير نعم. أو ممكن أنا أقصد من وجهة نظرها هي نعم. أفضل هي مؤكد الكاتبة تريد أن تسحب القارئ والمتابع نعم. إلى نعم. إيصاله إلى قناعة معينة نعم. من هذا أفضل وحاولت تذكر إيجابيات نعم. محدودة في نعم. تلك المرحلة وتغافلت نعم. عن السلبيات الكثيرة والظلم والجوع والمرض والتبعية الاحتلال البريطاني في صحيح. تلك الفترة صحيح. يعني معروف أنه أنت هناك محتل بريطاني أكيد. يسرق ثروات العراق ويعطي للشعب الفتات أكيد. كانت شركات النفط الاحتكارية تسرق نفط العراق وتعطي قدر ضئيل من عائدات النفط إلى الشعب والشعب جائع
يعني حفات، مدارس لا توجد، مستشفيات شبه معدومة خاصة مناطق القرى والأرياف، وطبعا تحت ظلم الإقطاع الذي هو كان محمي، الإقطاع محمي من الحكومة. نعم. والحكومة أيضا تسير بإرشادات الاحتلال البريطاني. نعم. فأنا أنه أعرف أن الكاتبة واضح تريد أن تسحب القارئ والمتابع إلى هذه القناعة. هي قناعتها، هذه هي قناعتها، والدليل على ذلك أنها يعني صورة هذه البزة العسكرية. نعم. تكررت بشكل متواتر من أول الرواية للمنتصف لحتى آخر الرواية، وهذه البزة العسكرية موجودة. نعم. فهي تريد أن تقول، الكاتبة تريد أن تقول أن هذه الفترة يعني هي فترة لا تنسى، لكن طبيعي هذا أمر. نعم. يعني وتحدثت الكاتبة أيضا عن دور الجيش العراقي، الدور المشرف عام 48 في مقاتلة الصهاينة. نعم. الذين أعلنوا عن نفسهم والمجتمع الدولي اعترف بهم أنهم دولة كيان لقيط في هذه الأرض العربية المسلمة. في يعني كان دور نعم دور الجيش العراقي كان دور مشرف في 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 48 في مدينة جنين وقرى جنين، وكيف حررها من الصهاينة. وأرادت أن تنسب هذا الدور إلى الحكومة في تلك المرحلة، الحكومة التي أمرت الجيش بالانسحاب وتركت القرى الفلسطينية والمواطن الفلسطيني أعزلا تحت ظلم العصابات الصهيونية. الجيش العراقي استطاع أن يطرد وكاد أن يصل إلى تحرير الأرض تماما، لكن جاءت أوامر من الحكومة المركزية في بغداد في تلك الفترة بالانسحاب، والجيش تمرد على أوامر الحكومة، لكن قطع عنه الإمدادات، قطع عنه العتاد، فكيف يقاتل؟ من الأغذية والأطعمة والشراب كان ممكن يحصل عليه الجيش من القرى الفلسطينية، من المدن الفلسطينية، لكن العتاد كيف؟ لا يمكن، فاضطر أن ينسحب. وهناك يعني بعض المؤرخين ذكروا أنه قادة الجيش تعرضوا للمساءلة، لماذا تمرتم على الأوامر؟ إذن الحكومة كان دورها سيء لأنها رضخت الأوامر البريطانية، دور الجيش كان مشرف لكن رضخت الأوامر البريطانية، حتى أنه أحد قادة الجيش كان في ذلك الوقت، طبعا هو القائد الجيش الأعلى كان عمر علي، وأحد قادة الجيش محمود شيد خطاب الضابط والكاتب والمؤرخ كتب قصيدة، يعني كتب في مذكراته وكتب قصيدة يعتذر فيها في يعني للشعب الفلسطيني عن هذا الدور، وأنهم غير قادرين على أنه يكملون أن يكملوا المسيرة. وقصيدة معروفة أنا ممكن أتلو منها بعض الأبيات، يقول فيها: هذه قبور الخالدين فقد قضوا شهداء حتى ينقذوا الأوطان، أجنين إنك قد شهدت جهادنا وعلمت كيف تساقطت قتلانا، أجنين لا أنسى البطولة تحية لبنيك حتى أرتدي الأكفان، ورأيت معركة يفوز بنصرها جيش العراق وتهزم الهاجان، أجنين يا بلد الكرام تجلدي ما مات ثأر درجته دمانا، لا تعذلوا جيش العراق وأهله بلواكم ليس سوى بلوانا. طبعا قصيدة طويلة، يقول إن السنانة يكون عند مكبل بالقيد في رجليه، ليس السنانة، ليس الرمح أو السيف، إنه حامله مكبل، يعني شهادة إنه مكبل، من كبله؟ الحكومة في تلك الفترة. لذلك إنه يعني الكاتبة حاولت أن يعني أظهرت نصف الحقيقة، إظهار نصف الحقيقة و يعني وإخفاء النصف الآخر، ألا يعد مشاركة ومساهمة في تزوير التاريخ؟ طبيعي، يعني إحنا عندما نتحدث عن تزوير التاريخ صعب إنه نوجه اتهامات يعني للناس. لا. بشكل عام، لكن ممكن أن نقول ما يلي: في كثير من الناس خلص مؤدلجين، يعني في ناس عنده أيديولوجية معينة هو مؤمن بها، عنده قناعات هو مؤمن بها، بما أنه هو مؤمن بها هو سيروج لها بطريقة أو بأخرى، يعني هو مقتنع. يعني يبدو أنه الكاتبة، أنا من قراءة لروايتها، خلص هي مقتنعة أنه العهد الملكي هو أفضل العهود، فلأنها هي عندها هاي القناعة، هي عن قصد أو عن غير قصد روجت لهذا العهد الملكي. نعم. هلأ ممكن أنا إذا بدي أعذرها للكاتب وأبحث عن عذر، يعني أنا كناقد، ممكن أنه يكون عدد القتل كان أخف شيء في تلك الفترة، يعني في العهد الملكي ممكن أن يكون عدد القتلى من العراقيين والقتل ممكن أن يكون
هو في أخف أشكاله. طيب الرواية مقارنة. نعم آه. الأحداث تسرد من خلال بطلة الرواية. نعم. التي هي الحفيدة. آه. تسمى الحفيدة الأمريكية. الحفيدة الأمريكية. حفيدة الأمريكية زينة. آه. لأن راحت وتجنس. هي زي سعيد يعني هو خائن وهي خائنة. بالضبط. إنه هي جاءت مع الدبابة الأمريكية. أكيد. آه. وجاءت مترجمة مع الجيش. نعم. الأمريكي. نعم. فكيف تريد أن تنظر إلى نظام حكم وطني مثلا على أنه تحاول أن تزين هذا؟ بل هي أكيد راح تنقل يعني صور مشوهة للحدث. على العموم يعني هذه الكاتبة هذه لها قناعاتها طبعا. أكيد. حاولت أن أن تسقط قناعاتها من خلال بطلة الرواية التي هي زينة التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي كمترجمة. نوع من الحجاج يعني. نعم. لما تقدم أنت نظريتك تقدم أيضا الحجاج. هناك جانب خطير في الرواية أنها تحدثت عن المقاومة ووصفتها بأنها مقاومة شيعية في العراق. نعم. طيب والمقاومة في المدن السنية الفلوجة أي مقاومة الآن؟ أي حديث عن المقاومة العراقية الآن؟ دائما تبرز الفلوجة. يعني الفلوجة من المدن التي قاتلت وتحملت يعني مسؤولية قتال الأمريكان. لماذا لم تذكرها في الرواية؟ طبيعي واضح جدا انه هنا في يعني غض نظر عن شيء معروف لدى المعظم لانه تاريخ هذا حديث. نعم. مش قديم يعني احنا عشنا وعاصرنا هذه الامور. جميل. نعم تقول يعني تاريخ حديث عاصرناه حديث يعني يعني إن عندما ياتي كاتب ويغض النظر عن هاي النقطة انه المقاومه يعني انه السنه كان لهم دور يعني دور كبير دور قيادي لما انت تغض هذا النظر ولا تذكر هذا الدور بالمطلق. نعم مدنهم سحقت من التحالف الدولي. الانبار. صلاح الدين تكريت الموصل كركوك ديالى بغداد محيط بغداد مدن كثيره تعرضت للسحق التام من قبل التحالف الدولي الذي يحمي هذه العصابات الان التي تقود. وجزء من الذين يدعون المقاومة زورا الآن هم جاءوا على ظهر دبابة. جاءوا ظهر دبابة وقدموا يعني التعازي الأمريكان بقتلاهم في العراق بل حملوا الورود وضعوها على قبور قتل الأمريكان ويدعون المقاومة مقاومة زورا. الكاتبة طبعا يعني خطأ أزدلت الستار على المقاومة الحقيقية. نعم. في العراق طبعا وبهذا يسيء للكاتب يعني. نعم. بغض النظر من يكون يعني لما يكون في حقيقة. نعم. معروفة لدى المعظم وتأتي أنت وتغض النظر عنها هذا يسيء يعني. الأصل الإنسان أن يكون موضوعي في طرحه للأمور. جميل. حضرتك أصدرت سلسلة قصصية تحت عنوان حديث الروح مكونة من ثلاث مجاميع. الأولى النظرات، الثانية الهمسات، الثالثة اللمسات. حقيقة هذه التسلسل النظرات ثم همسات ثم لمسات هذا التدرج بالعناوين يسحب القارئ إلى بيت شعر أحمد شوقي الذي يقول نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ما تعليقك؟ والله هاي المجموعة هي سلسلة. نعم. سلسلة قصصية من ثلاث مجموعات هاي أخذت معي أنا 10 سنوات يعني من شهر 10 2010. نعم. انتهيت في شهر 10 2020. ما كنت حاطط خطة أنه أنا بدي أطبعها لكن هي محاولات كتابية. نعم. بدأت فيها وجمعتها ثم أصدرتها على شكل ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى يعني بشكل رئيسي هي من القصة القصيرة جدا. نعم. ولها معاييرها ومقاييسها. المجموعة الثانية كان فيها قصة قصيرة جدا وكان فيها قصة قصيرة. نعم. يعني هي منوعة. المجموعة الثالثة كانت هي عبارة عن مشكل فيها قصة ومضة قصة قصيرة جدا وقصة قصيرة يعني. طبيعي هي حديث الروح يعني. نعم. اسم السلسلة حديث الروح يعني هو الكاتب عندما يكتب دائما يشعر بأنه العمل الكتابي هو مرتبط بالروح أكثر منه بالعقل. أكيد. نعم. العقل له دور لكن هي الأحاسيس التي تحرك الإنسان. أنا قصد تطور في التطور يعني جزء يعني. المجموعة الأولى طبعا. نعم. هي السلسلة كلها حديث الروح. نعم. الجزء الأول سميته النظرات. الحديث بالنظرات. نعم. الحديث يعني والثاني أنا الهمسات صار أقرب. نعم. والثالث اللمسات. نعم. نعم هكذا هذا التسلسل يعني. هذا التسلسل مقصود. نعم. أنه حديث الروح عبر النظرات. نعم. يعني الأحبة يتحدثون عبر النظر. نعم. ثم عند الاقتراب كما تفضلت يصبح الحديث عبر الهمس. نعم. وعند الاقتراب أكثر يصبح الحديث عبر اللمس. نعم. أنا هذا التطور قصدته وقصدت أنه كما أوضحت لك
إنه هو بدأ بجنس أدبي اللي هو القصة القصيرة جدا، ثم صار أقرب أكثر بالقصة القصيرة جدا زائد القصة القصيرة، ثم الإصدار الثالث اللي هو اللمسات كان بالقصة القصيرة جدا والقصة القصيرة والقصة الومضة. نعم. فهذا كان الاقتراب من ال. ما مستوحى من بيت أحمد شوقي؟ يعني ممكن يكون في أغنية بالهمساتي باللمسات لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم نعم. جميل، سعدنا بهذا الحوار الممتع وأتمنى لك مزيدا من العطاء والإبداع. شكراً. الكاتب والناقد الأردني أسيد الحوتري، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم وشكرا لقناة الرافدين ولكل العاملين عليها. شكرا لك. شكرا لك. أعطيكم العافية. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.